يبدو أن فيروس كورونا لم يترك مكانا إلا وحل ضيفا ثقيلا عليه، وحتى ولو لم يصل إليه فإن الخوف من تفشيه يسبب كوارث اقتصادية وصحية ونفسية. وهذه المرة ضرب فيروس كورونا بشكل غير مباشر عرب الأهوار جنوب شرق العراق. كعادته كل صباح استيقظ جعفر فجرا في منزله بأهوار جبايش، وأشعل نارا صغيرة وشرب الشاي على الشاطئ، بينما يتحلق حوله قطيع الجاموس الذي تملكه أسرته. السيد إذا باعها السيد يضرب، ما أرضى عليها لأنها عزيزة والله، ما فهو يعاين مثل إذا شافها كلش ما راضى عليها يبطل بعد جوعني. لكن بعد فرض القيود على السفر الداخلي للحد من انتشار فيروس كورونا، تراجع الطلب على الحليب وانهارت أسعاره. وبعد مرور 4 أشهر لم يستطع الكثير من الناس توفير الاحتياجات الأساسية، حيث لجأوا إلى بيع الحيوانات، إلى أن سعر رأس الماشية انخفض أيضا منذ اندلاع أزمة كورونا، مما اضطر الأسر لبيع حيواناتها العزيزة بثمن بخس. ردينا النوب نبيع من الحلال في سبيل نعيش به، وصار نبيع بال4 أشهر يعني محتمدين على الحلال، هذا وقف الشيء، ظلنا نبيع بالحلال، والحلال سعره رخيص، وهاي لازم عائلتي تاكل، تذهب للسوق وتجيب لها غموس، طماطه، لحمه، فرشي. فيروس كورونا لم يكتفي بضرب العالم في صحته، وانما ابتدت اثاره الى كافه النواحي، الى ان الوضع هنا يختلف. فعلى الرغم من ان هذه الحيوانات عزيزه على اصحابها لأنها مصدر دخلهم الوحيد، إلى أن الخيار بين الحفاظ عليها وبيعها كالخيار بين الموت والحياة.